أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين الرئيس مجلس النواب أن الرؤى الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هي خطة عمل لكافة السلطات ومؤسسات الدولة، وتمثل دافعا لمجلس النواب لتعزيز الجهود وتكريسها في القيام بالواجبات الدستورية وأداء الدور التشريعي والرقابي انطلاقا من الثوابت التي جاء بها ميثاق العمل الوطني وتطلعا لتحقيق المزيد من المكتسبات للوطن والمواطنين. وأوضحت معالي حرص المجلس النيابي بالبناء على ما تحقق من إنجازات عبر تطوير المنظومة القانونية والتشريعية في المملكة تحقيقا لتطلعات المواطنين واحتياجاتهم وأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. جاء ذلك بمناسبة تشرف معالي رئيسة مجلس النواب ونائبي رئيسة المجلس ورئيس أعضاء لجنة الرد على الخطاب السامي بلقاء جلالة الملك المفدى ورفع تقرير الرد على الخطاب الملكي السامي لدور الانعقاد الثنائي الثاني من الفصل التشريع الخامس والتشرف بتسليم جلالته أول نسخة من المضبطة الإلكترونية في إطار التحول الإلكتروني البرلماني. وذكرت معاليها أن الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالة الملك المفدى في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريع الخامس يمثل خريطة طريق لعمل تشريعي يواكب مستجدات العصر لدعم الاقتصاد الرقمي والاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع السلطة التنفيذية ودعما للمبادرات والدور الكبير الذي يطلع به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله وترسيخ مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وفتح آفاق مشجعة لتنويع مصادر الدخل كأحد روافد برنامج التوازن المالي والحرص على حقوق المواطنين ومكتسباتهم بما لا يؤثر على استقرارهم المعيشي.